شكرا انك فتحت الفيديو، اهلا وسهلا فيك في القناة سواء كنت مشترك معنا اول مرة تزورنا. وما دامك فتحت هذا الفيديو معناه انت هدفك تشوف شرح لقواعد اللغة الانجليزية بطريقة بسيطة وسهلة، ولو فعلا هذا هدفك فانت في المكان الصحيح، لان انا مستر ناصر وظيفتي في هذا الفيديو افهمك قاعدة من قواعد اللغة الانجليزية بابسط واسهل طريقة، لان قواعد اللغة الانجليزية بسيطة جدا لكن نحن بنعقدها. خليك معنا. Wow, this is excellent. Oh yeah, that's fantastic. You are the best of the best. Hi again, guys. في هذا الفيديو راح نحكي على الفريكوينسي ادفيربس والفريكوينسي اكسبريشنز. طبعا الفريكوينسي ادفيربس احنا حكينا عليهم قبل هيك في السلسله اللي قبل هيك اللي هي شرح قواعد اللغه الانجليزيه للمبتدئين. لو ما شفت الفيديو راح يطلع الرابط فوق شوفه، لانه نحن ما راح نتعمق في الفريكوينسي ادفيربس، راح نمر عليهم مرور الكرام، يعني شرح بسيط كم كلمه زياده تمام، وننتقل للفريكوينسي اكسبريشنز. اوكي، فشوف الفيديو تمكن منه وبعدين تعال كمل معنا الفيديو هذا تمام. طيب هلا الفريكوينسي ادفيربس نحن بنعرف ان له ترتيبه معينه تمام، وبتبدا بال always usually normally generally، هذول كلهم نفس المعنى، often بعدين sometimes occasionally hardly ever never. اوكي، فبالترتيب هاي. طيب في عنا ملاحظة راح ناخذها، نحن حكينا على نطقهم في الفيديو اللي حكينا عليه، بس عنا كلمة occasionally. occasionally هي تبدأ ب O لكن اللفظ تبعها دائما بيبدأ بالشوا اللي هو الـ سواء في البريتش سواء في الأمريكان، لكن معظم الناس أنا بسمعهم يقولوا أوه occasionally، هي لا، هي occasionally بريتش أمريكان نفس الشيء occasionally تمام. طيب هلا هدول هني بس الفريكوينسي ادفيربس؟ لا، في غيرهم تمام، لكن احنا كل مستوى بناخذ شوية زيادة تمام. هلا راح ننتقل للفريكوينسي اكسبريشنز. اوكي، شو هن الفريكوينسي اكسبريشنز؟ هي لما انت تقول مثلا once twice three times four times five times، اهم شيء ال نمبر 1 و 2 بيقولوا once twice، وبعدين بلش لما تحكي تقول three times four times ten times 100 times. اوكي، طيب once بعدين تستعملها مع مثلا once a day يعني مره في اليوم، once a week مرة في الأسبوع، once a month، once a year، okay، twice a day، twice a week، three times a day، three times a week، فأنت بتستعملهم كلهم مع بعض. أو بتقول مثلا once every two days، once twice every two weeks، okay، twice every three months، فأنت بالطريقة هاي. والtwo number two عادة بيقولوا couple. اوكي، فدو مثلا once every couple of days، once every couple of months، once every couple of years. اوكي، فالكابل معناها اثنين، وبتيجي بعدين كلمه every. every بتستعملها مع جميع الاوقات، تبدا من الثانيه للقرن تمام، every second every minute every hour every day، هذول كلهم بتستعملهم ما في مشكله every. هلا رح نعرف شلون نكتب الـ frequency expressions تمام. الـ frequency expressions ببساطة وبكل سهولة بتخلص الجملة بتحطها في النهاية، انتهى الموضوع تمام. مثال على هيك، I go to the gym four times a week. okay، I clean my car every couple of weeks. okay، واضحة في نهاية الجملة. طيب هل بقدر أنا أستعمل frequency adverbs frequency expressions مع بعض في نفس الجملة؟ اي عادي ما في مشكلة. مثلا بيقول I usually go to the gym four times a week، I sometimes go five days a week. okay، I occasionally clean my car once a month. وهذا كل شيء على frequency expressions والفريكوينسي ادفيربس. اوكي، طيب ومثل ما قلنا قبل هيك نحن
الشرح ما هو اللي بيفهمك القاعدة، اللي بيفهمك القاعدة هو التمرين، التدريب اللي أنت بتعمله على القاعدة حتى تعرف نفسك أنت فعلا فهمت ولا لا. في شيء مثلا أنا فهمته بس متلخبط فيه، فالتمرين اللي بتعمله بعد القاعدة تمام هو اللي بيقويك. أوكي، فنحن معنا هلأ تمرين نفس الشيء من كتاب Pre-Intermediate Face to Face Second Edition. أوكي، راح نشوف التمرين ونعمله مع بعض لحتى نتقوى. أوكي اوكي، وهون مثل ما شايفين هذا درس 1C Time of Pre-Intermediate Face to Face Second Edition. اوكي، exercise number 3 number 5 sorry exercise number 5. So here we say make sentences with these words. اوكي، هون معطيك الكلمات متلخبطة يعني مو بالترتيب، انت بس بدك ترتبها لحتى تعرف. مثل ما قلنا نحن ان الفريكوينسي اكسبريشنز دائما بتيجي في نهاية الجملة، فريكوينسي ادفيربس لها مكان تاني، وقلنا انه تشوف الفيديو لحتى تتقوى عليه. خلينا هلا انت وقف الفيديو، اكتبه لحالك، تمام؟ شوف هيك الواحد اذا مستوعب ما استوعب ولا لا، وبعدين تعمل تشيك معي، تمام؟ طيب رح نعتبر ان انت هلا كتبتم على ورقة خارجية وعم تستنى الحل. فهون اول وحدة بنقول نحن هون نمبر 2 do a week normally or twice we once yoga. اوكي، سو الحل هون we normally do، طبعا normally هي frequency adverbs وبتيجي دائما قبل الفعل، yoga once or twice a week had frequency expressions في نهاية الجملة، تمام؟ طيب هون number 3 I go to the dentist. اوكي، هون ما عندنا frequency adverbs، عندنا بس frequency expressions اللي هي once every 6 months في نهاية الجملة. number 4 Alexander is generally، هون عندنا frequency adverbs، والfrequency adverbs مثل ما احنا بنعرف بتيجي بعد الverb to be على طول. So Alexander is generally at home on Sunday. Okay. And 5 here Carly goes diving every couple of weeks. ما عندنا frequency adverbs، عندنا بس frequency expressions في نهاية الجملة. My parents are always هون اجت بعد الverb to be frequency adverbs on holiday in January. طبعا هون January on Sunday هذا time عادي. Okay. I go to an art gallery 2 or 3 times a year. ما عندنا frequency adverbs، عندنا بس frequency expressions في نهاية الجملة. We occasionally play volleyball at the weekend. عندنا هون كلمة occasionally اجت قبل الفعل، at the weekend هاي كمان من كلمات الوقت. I see my grandparents once or twice a year. معنا frequency adverbs وعنا بس frequency expressions في نهاية الجملة، تمام؟ طيب نحن كتبنا هون هلا انت هون عملت شغلة بقولولها controlled practice، يعني انت ما انك جايب شيء من عندك، بمجرد ان انت شفت التمرين قدامك ورتبتهم، تمام؟ لحتى تعرف نفسك انت فعلا فهمت ولا لا، اذا عملت كل شيء هون صح تمام، معناها هلا انت الخطوة الثانية اللي بدك انت تشوف هل تقدر انت تستعملهم ولا لا، تمام؟ فاكتب لي انت بعد ما تعمل شوية جمل، اكتب لي على اكل السلطة، تمام؟ نشوف في معنى حدا هون صحي باتباع نظام صحي ولا لا، تمام؟ هلا مثلا انا بقول I always eat salad 3 times a day. I always eat salad 3 times a day. انا بحب السلطة لانه طبعا تعرفوا انتو فيتامينات والياف كويسة كتير للجسم. فانت اكتب لي تحت بدنا نعرف نشوف الشباب والصبايا اللي معنا بتتبعوا نظام صحي ولا لا، تمام؟ اذا انت ما بتاكل عادي اكتب I never eat salad، تمام؟ ونكتب شغلة تانية اللي هي الرياضة، نشوف الرياضة. انا مثل ما قلت انا كتبت في المثال
ليا I go to the, I usually go to the gym I always go to the gym four times a week I sometimes go five times a week okay طيب انت امتى بتعمل رياضة مرة في الاسبوع اربع مرات في الاسبوع مرة في الشهر مرتين في السنة تمام اكتبهم اكتب على السلطة اكتب على الرياضة لحتى نشوف وحتى عشان انا كمان اقرأ الجمل واشوف لو في شغله بدها تتصلح تمام ومثل ما شفنا هذا كل شيء على الفريكوينسي اكسبريشنز تمارين سهله وبسيطه بمجرد احنا نعرف تركيبه الجمله وين بتنحط هاي وين بتنحط هاي الامور كلها في السليم تمام ومثل ما قلنا لو انت عندك اي ضعف في قواعد اللغه الانجليزيه بالنسبه للمبتدئين او شفت مثلا القواعد في السلسله هاي شوي صعبه ارجع لها للسلسلة قائمة التشغيل تبع قواعد اللغة الإنجليزية بالنسبة للمبتدئين يشوف شو اللي عندك ضعف فيه وراجعه تمام وإذا شفت يعني الشرح اللي احنا بنحاول نعمله من أسهل وأبسط الطرق اللي ممكن تلاقيها على اليوتيوب تمام لكن إذا لقيت أنت حدا أي قاعدة عندي أنا لقيت حدا تاني عاملها بطريقة أسهل تمام وأبسط بعت لي الرابط حط لي الرابط في الكومنت خليني اطلع عليها تمام بجوز يعني في ناس عندهم مهارات اقوى بيسووها بس انا متاكد انه ما راح تلاقي ابسط من هالشرح ولو حابب انك انت تراجع معلوماتك بلعبه خفيفه ظريفه في عندنا لعبه الكاهوت راح يطلع لك الرابط فوق هاي لعبه من 12 مستوى تمام بتراجع لك قواعد اللغه الانجليزيه والكلمات ولعبة كتير حلوة بتساعدك على تقوية سرعة تذكر الكلمات ومثل ما تعودنا أي سؤال أي شيء ما فهمناه بنكتب في الكومنت لحتى نعرف ونناقشه مع بعض نحن في هاي السلسلة عم ندرس قواعد اللغة الإنجليزية فقط لكن إذا أنت حابب تقوي من لغتك بشكل كامل في الريدينج والرايتينج والليسنينج والسبيكينج وحابب أن أنت تأخذ درس خاص تواصل معنا راح يطلع لك الرقم تحت أو أنت حابب أنك تجهز لاختبار التوفل وتدرس البريبريشن تبع التوفل بطريقة سهلة وبسيطة كمان تواصل معنا على نفس الرقم تمام؟ وهذا كل شيء اليوم ومدامك وصلت معنا لهون معنا أنت حبيت الفيديو ومدامك حبيت الفيديو حط لايك اشترك بالقناة وفعل الجرس ليوصلك كل شيء جديد أول بأول وشارك الفيديو مع أصدقائك يلا في أمان الله.